الطفل ده معجزة في الفنون القتالية، بيدخل في تحدي مع مدربينه الثلاثة وبيعتذر لهم مقدما عن اللي هيحصل، وفجأة بيهجم عليه أول واحد بيرميه على الحيطة، لكن الولد بيلحق نفسه وبيطير في الهواء وبيستخدم مهاراته العالية وبيضرب مدربه ضربات متتالية وسريعة وبيأيده بالسلة وبيقدر يهزمه، وبيدخل التاني بيكون معاه سيف، لكن الولد جاهز وبيقدر باحترافية انه يطير السيف من ايده وبيهزمه هو كمان، والتالت بيضرب خرز على الكشاف ويعكس الضوء في المراية في وش الولد، وفي لحظة بيمسكه ويرميه على الأرض وبيطير في الهواء علشان يضربه الضربة القاضية، لكن الولد على آخر لحظة بيتفاداه وبيتزحلق على الأرض ويطلع من بين رجليه ويضربه في صدره وبيقوم يكمل عليه وبيقدر يهزمه هو كمان، والتلاتة بينحنوا احتراما ليه وهو خارج. الولد اسمه لي وعنده 6 سنين، عاش واتدرب على فنون الدفاع عن النفس في مدرسة شاولين، ومدربه بيعرفه انه حقق 88% في الاختبار الأخير وكده هو أفضل من كل اللي في سنه، وبيعرفه كمان انه هيتنقل لمدرسة جديدة وهيعيش مع الصديق المقرب للمدرب هو وأولاده، فبيجري ليه ويركب الأوتوبيس علشان يقابلهم، وده فينخ بطل تايكوندو وهو الأفضل في مدرسته، واخته تشانشان اللي دايما معاه وبتشجعه، ودي لان مديرة نادي التايكوندو ومحللة أداء وبتهتم أكتر بفينخ وبتساعده يحسن من أدائه، وده يو أخوها اللي عايش حياته للأكل وبس. أبوهم الدكتور هان دايما مشغول عنهم لأنه شغال على جهاز وفي مجموعة من العصابات عايزينه منه، وبيكلم أولاده ويطمن عليهم وبيعرفهم أنه راجع في أقرب وقت، وبيقول للان تفتح الصندوق اللي جنبها اللي بيكون فيه الجهاز اللي العصابة عايزاه منه، وفي اللحظة دي ليه بيجي لهم، بتقوم ليه تستقبله وتفرجه على البيت، وبترجع تشوف أبوها وهو بيتخطف. زعيم العصابة اسمه لاري بيهدد الدكتور ورجالته بيضربوه علشان يسلمهم الجهاز، الدكتور بيقول له انه مجرد جهاز اخترعه لأولاده علشان يقدروا يتكلموا معاه بصوت امهم اللي ماتت، لكن لاري مش بيصدقه وبيشوف كاميرات المراقبة وبيعرف انه بعت الجهاز لأولاده في البيت، فبيأمر 2 من رجالته فيست وسلوبي انهم يجيبوا الجهاز، فبيتنكروا الاتنين في لبس غريب وبيوصلوا للبيت وبيقرروا انهم يستنوا للصبح بعد ما الأولاد يروحوا المدرسة، وفي الوقت ده لي بيكون قاعد مع يوغو بيلعبوا، ولان بتروح تفتح الصندوق اللي ابوها بعته بتلاقي جواه ميدالية على شكل باندا، ولما بتشغل الباندا بتطلب منها كلمة السر، ولان بتقول لها كلمة سر ايه وبتكتشف ان هي دي كلمة السر، وبتفرح لان جدا لان صوتها هو صوت مامتها. تاني يوم بيخرجوا من البيت ورايحين المدرسة، وفيست وسلوبي بيراقبوهم وسلوبي بيلاحظ ان لان معلقة الباندا في شنطتها، فبيغيروا خطتهم وبيقرروا يسرقوها منها، وفي طريقهم بيتقابلوا مع فينغ واخته، ولان بتعرفهم على ليه، وفي نفس اللحظة بيجي سلوبي ياخد الباندا ويجري، وليه بيشوفه وبيطير في الهواء ويتشقلب ويضربه، وفينغ بينبهر بمهارات ليه وبيدخل معاه ويضرب سلوبي هو كمان، وخدوا الباندا، وسلوبي اتظاهر انه استسلم لحد ما قام وخد الباندا تاني، فبيجري وراه وبيحطوه في صندوق الكمامة وبيضحكوا عليه، وبيروحوا المدرسة والمعلمة بتعرفهم على ليه، وبيرحبوا بيه جدا، وبيكونوا مبسوطين بوجوده، وسألوه عن مهاراته في الكونغ فو، فالمدرسة قالت لهم يستنوا حصة الألعاب، وفي حصة الألعاب المدرب بيقول لهم انه هيعمل اختبار لياقة بدنية، واللي مش هينجح في الاختبار هيعيد السنة الجاية. وبيبدأ الاختبار والمهمة الأولى إنهم هيجروا مسافة 100 متر وليه بيقدر يلف مرتين قبل ما زمايله يلفوا أول لفة، وفي تمارين الضغط ليه بيعد أكتر من 100 وزمايله مش قادرين يعدوا عدتين على بعض، ده كمان بيقدر يعد بإيد واحدة وبيلعب وجسمه عمودي على الأرض وبيعدي الحواجز بكل سهولة، لكن يوما بيقدرش يعدي وبيقع لأنه عمره ما لعب رياضة قبل كده. ونروح لدكتور هان اللي بيكون رابطينه في كرسي علشان لاري يضربه بكرات الجولف لحد ما رجالته يجيبوا الجهاز، ولما رجالته بيدخلوا البيت بيشوفهم ليه، فبيستخبى في لعبة وبيحاول يخوفهم وبيلعبهم شوية لكنهم بيشوفوه وبيقدروا في النهاية ياخدوا الباندا ويمشوا. ولان بتصحى وليه بيحاول يحكي لها اللي حصل لكن هي مفكراه كان بيحلم. لاري بيعاقب فيست وسلوبي وبيحط كرات الجولف في بقهم لانهم سرقوا لعبة باندا عادية مش الجهاز المطلوب، وبيأمرهم ينفذوا المطلوب بأسرع وقت لانه لازم يسلم الجهاز لعصابة تانية خلال 3 ايام. وتاني يوم بيكون في مباراة لفينغ وكلهم قاعدين يتفرجوا، وبيلاحظوا ان في بنتين شكلهم غريب قاعدين في المدرج، واتضح انهم فيست وسلوبي ومستنيين الوقت المناسب علشان ياخدوا الباندا من شنطه لان، وليه بيتحدى فينغ في مباراه والكل بيجري علشان يتابع، وفيست وسلوبي بيجروا ياخدوا الباندا لكن الباروكه بتشبك في الشنطه، وبدات المباراه بين لي وفينغ والاتنين بيكونوا متكافئين في القتال، وبتستمر المباراه بينهم شويه لكن الاتنين بيقرروا ان محدش فيهم يضرب التاني، وبتنتهي المباراه على كده. بيبصوا وراهم وبيشوفوا فيست وسلوبي فبيجروا وراهم ويهاجموهم لكنهم في النهايه بيقدروا ياخدوا الباندا ويهربوا من المكان، وبتروح لان للمدير اللي اتصل بالشرطه وبلغهم باللي حصل. بعدها لان بيكون قاعد وبيلوم نفسه على اللي حصل لان لو ما كانش اتحدى فينغ ما كانش كل ده حصل، لكن زمايله بيقنعوه انه مش هو السبب. واخيرا الجهاز بيوصل للاري وبيوصله بجهاز الكمبيوتر لكن بيطلب منه كلمه السر، ولما سال الدكتور عن كلمه السر ما بيرضاش يقوله، فبيحاول هو ورجالته ومعاهم 2 مبرمجين انهم يخترقوا الجهاز لكن مفيش فايده،
وبدأ لاري يفقد أعصابه، وبيشوف رسالة على تليفون الدكتور من بنته لين، وبيعرف إنها عاملة عيد ميلادها بكرة، وبيرد عليها لاري على إنه أبوها وبيقول لها إنه هيكون موجود في الميعاد. تاني يوم لين بتجهز لحفلتها مع أصدقائها، وبيجي لها رسالة من أبوها إنه واقف بره، فبتخرج لين بسرعة تشوفه، لكن بتتفاجئ بالعصابة بيخطفوها وبياخدوها في العربية، وليه وفينغ بيشوفوهم وبيجروا وراهم بالعجل بتاعهم، لحد ما بيوصلوا لمعمل الدكتور هان، وبدأوا يدوروا على لين، ولاري بيكون رابطها وبيهددها بالسلاح علشان تعرفه كلمة السر، ولما بتقوله كلمة سر إيه، الجهاز بيفتح على الكمبيوتر. نخرج بره الفيست وسلوبي، اللي واقفين بيحرسوا المكان، وفجأة فينغ ولي بيهجموا عليهم ويضربوهم بكل قوة. وقبل ما يدخلوا بيقابلهم واحد اسمه برادلي، وده الدراع اليمين للاري رئيس العصابة، بيدخلوا معاه في قتال وبيكون أقوى منهم بكتير، ومبيقدروش عليه هما الاتنين. ويو بيتسحب علشان ينقذ أخته وأبوه، وبيقدر يفكه، وليه بيجي علشان يساعدهم وبيضرب أفراد العصابة، ولاري بيستغل الفرصة وبياخد الجهاز ويهرب، وكلهم بيجروا وراه وبيلحقوه وبيفضلوا يضربوا فيه وبيبلغوا الشرطة. وليه بيسيبهم ويروح لفينغ ويكمل معاه ضد برادلي، وبيستمر القتال بينهم لحد ما بيقدروا في النهاية يقضوا عليه. واخيرا الشرطه بتوصل وبتقبض عليهم كلهم وبتنقذ الموقف، وفي النهايه بنشوف لي ويو بيتكرموا في المدرسه على شجاعتهم. وهنا بينتهي الفيلم. بشكركم جدا على المشاهده، واشوفكم في فيلم جديد. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.